نريد رئيس وزراء حر، ماكو احزاب عنده، احزاب كل احزاب ماكو. احنا نريد حريه، نريد ديمقراطيه حلوه، نريد شعب يعيش. يعني اليوم هسه برلمان عندنا برلمان 330 برلماني، شنو مستفادين من عنده؟ اكبر ميزانيه بالعالم بهذه، هذا كله غلط بغلط. يعني جاي حلال الشعب العراقي جاي يروح هوره بهوره. يعني هاي الوادم هسه هاي الشهداء ضحت، هاي الوادم ضحت على من؟ غير على عيشتها، على خبزتها، على شيء تريده نظام حلو. يعني شنو اللي قدموا لنا؟ 16 سنه صار قدموا لنا شيء؟ لا شو ما قدموا لنا. احنا نطالب اليوم، نريد دوله حره، ما نريد احزاب بيها، اي حزب ما نريده بيها. يعني يبعدونا عن الاحزاب كلها. وطنك رادك دق اعلان تحرر من ضميران، وطنك رادك دق اعلان تحرر من ضميران. دمك ينزف افهم واعرف طرف الثالث بين وين، دمك ينزف افهم واعرف طرف الثالث بين وين، دمك ينزف افهم واعرف طرف الثالث بين وين. شباب هابوا مع الهدوء، جزاكم الله خير. فرغوا لنا الساحه شوي، ارجع لورا على تنظيمكم. 16 سنه ضحكتوا علينا، بس هالمره لا، والله ما نرجع. تهددونا، هاي المظاهرات اللي سقطتوا بها باوع، هاي المظاهرات اللي سقطتوا بيها وقلتوا تابعه المن الامريكي، والله انا على ابو ايران لا ابو امريكا. زين ومستمرين وما نرجع، ثقوا ما نرجع. وين امريكا دعمتنا؟ ايش دعمتنا؟ اكل ما عندنا، صارنا 3 اشهر ناس فقرة اللي تدعمنا. قلتوا دعمنا اسرائيل او قلتوا دعمنا من امريكا، هذا دعمنا، اكل ماكو خلص، ناس فقرة اللي تنطي. زين وباقيين زود هالابطال هاي، والله ما نرجع. مطالبنا واضحة اللي خرجنا بيها من 1/10 وقبل 1/10 أصلاً، وما زلنا مستمرين بهذه المطالب اللي هي تسمية رئيس وزراء مستقل وكفوء ونزيه، وأيضا قانون انتخابات عادل منصف يضمن عدم احتكار الأحزاب الكبيرة على مقاعد النيابية، وأيضا مفوضية مستقلة أتمنى أن يكون القضاء مشرفين عليها، انتخابات مبكرة بإشراف أممي، والكشف عن القتلة ومحاكمتهم، وأيضا شيء مهم عندنا هو تفعيل وتعديل قانون 36 لسنة 2015، قانون الأحزاب السياسية. Thank you.
العامتين راحوا مجموعه من المتظاهرين للعماده مال الكليه على مود الاضراب مالتهم والاعتصام. فشرح لهم هو العميد، قال لهم على مود تقديم عندنا مال اقسام داخليه واقصاد وهاي هو الموضوع. فهم خارجين من الجامعه، واحد من القوات الامنيه استفزهم بالرمي. وهاي القوات الامنيه همرات واقفه وسلفادورات، يعني قوات قتاليه واقفه. مو قوات حمايه الجامعه. فاستفزهم. استفزهم صار رمي. طاعوا بهم مصاويب ورجعوا للساحه. العماده خابرت على مود الساحه الحبوبي، اكو الفلتين واكو مدفوعين الثمن. فراحوا المتظاهرين. ظاهرين على مود اخراج الطالبات من جوا واخروا وشويه القوات اللي بعد القوات الامنيه. لان القوات الامنيه هم شويه ظلوا يستفزون الطالبات والطلاب، يستفزون المتظاهرين. فالمتظاهرين سلميين صاروا بنص بين القوات الامنيه وبين ذول المدفوعين. فصار اطلاق نار وشهداء وجرحى وعندنا شهيد. وساحة حبوب هي حمة الجامعة، هي حمة الجامعة. وفوق هذا كله سوى حملة إعلامية، جامعة عين سوت والأحزاب سوت حملة إعلامية على ساحة الحبوبي، بل هي مسلمية ومخربين ومدفوعين وتسقيط. حكومه المحاصصه، حكومه الاحزاب. يعني انا مو يجي مرر لي مرشح حزبي، هذا المرشح مرره الى حزبي. ان شاء الله احنا مستمرين برفض محمد توفيق علاوي، وان شاء الله نحصل على اللي نريده. اول موجود كان بالحكومه المستفاد من هذا الموضوع، فاكيد هو هذا المستفاد من هذا الموضوع حتى خرب تظاهرتنا. بس احنا مستمرين ان شاء الله، وما حد يخرب الاطار، مستمرين ان شاء الله. وكل شو اسمه الامور تمام، ومظاهراتنا حلوه وسلميه، وجاي يشوف وجوه جديده بالساحه. كلش جاي اقبال يصير على الساحه من قبل الاهالي او من قبل شو اسمه الطلاب او من قبل حتى الموظفين. يعني جاي نشوف اقبال كلش مهم جدا بالساحه.
من يوم تنصيب او تكليف محمد توفيق علاوي ساحات الاعتصام رفضت هالتكليف هذا كونه اجى على دوامه سابقها تكليف رئيس الوزراء السابق المستقيل عادل عبد المهدي. الساحات رفضت وسوف ترفض الى ان يحقق مطالبها. محمد توفيق علاوي جاء عن طريق المحاصصه وفوق اليات وقانون واليات واداره متفق عليها سابقا ومرفوضه من الشعب. الشعب اليوم رافض وبقوه وبشده تنصيب محمد توفيق علاوي. الشعب ليس رافض شخصا لمحمد توفيق علاوي ولكن الاليه اللي اجى بها محمد توفيق علاوي. اليوم احنا طلعنا مظاهرات من يوم 11 لهذا اليوم نطالب باستقلالية الحكومة ان تكون دولة مؤسسات مستقلة. جاء محمد توفيق علاوي على شكل حزبي ووزير سابق فهذا مرفوض من ساحات الاعتصام جميعا اليوم وغدا والى اخر يوم من التظاهرات. نرفض وبشدة كل من يأتي بشكل حزبي ومحاصصة إلى رئاسة الدولة أو إدارة الحكومة بصورة عامة بكل الرئاسات الثلاث وكل وزرائها يكون أن يكون مستقلين ممثلين للشعب وليس للأحزاب. الشعب هو مصدر السلطات، الشعب هو مصدر الحكم، الشعب هو صاحب القرار. اليوم الممثلين عن الشعب يفرض أن يكون مفروض أن يكون مستقلين. انتخابات مبكرة إن شاء الله وسوف تفرز الحكومة القادمة بحكومة مستقلة تمثل كافة أطياف الشعب من جميع أديانه وكافة الموجودين في الشعب في الوطن العراقي أو الدولة العراقية. لحد الآن لم نحقق أهدافنا الذي خرجنا من أجلها ولكن الجزء الأكبر إن شاء الله نحو التحقيق. نحن مستمرين مهما حاولوا ومهما قاموا بتفكيك هذه المظاهرات حاولوا بكل طرق يعني العنف والقتال والابتزاز يعني دسوا ناس داخل المظاهرات في أمور غير سلمية أمور يعني أمور شغبية سلبية ما تمثل المتظاهرين. المتظاهرين اللي موجودين في ساحة الاعتصام صامتين وباقين إن شاء الله لحين تحقيق آخر مطلب من مطالبنا. الشعب يريد اسقاط النظام فعلا، الشعب يريد اسقاط النظام كون النظام جاء عن طريق المحاصصة وحزبية. هذا النظام جاء عن طريق محاصصة فكلمة اسقاط النظام جاءت بعد ظلم وجور الساسة الموجودين في ساحات الحكومة، بعد موجودين في رموز الدولة. اليوم الشعب استنفر هذا الشيء وخرج من اجل استقلالية الحكومة وخرج من اجل استقلال إدارة الدولة ورموزها. كل الموجودين بالاعتصام هم أبطال، هم ناس مصرين. الشاب اللي قدم نفسه للموت، نحن خرجنا لأجل أن نعيش ولا نموت، ولكن أنا أخاف من الموت مهما كانت خطورة تهديد الاعتصام لا ينجح من هددها. فيك يا عراق فيك يا عراق.
الآن باتت الساحات بوعي تستطيع من خلاله معرفة ما يدور في خلف كواليس مسارح الحكومة. الكل يعرف ولا يختلف اثنان على أن دكتور محمد توفيق علاوي هو صنيعة الأحزاب، وأساساً لم يكن مطلب ساحات الاحتجاج هو تغيير رئيس الوزراء، لأن هذا المنصب هو ممكن أن يستخدم بيدق لفائدة الأحزاب، استشراء الفساد مرة أخرى، هي نقطة انتقالية من حال إلى حال لربما يستطيعون من خلاله إقناع ساحات الاحتجاج على استمرار الحكومة الحالية. الخطوات الأساسية التي نادت بها ساحات الاحتجاج والمطالب الثلاثة الرئيسية لم يتخذ فيها أي إجراء، بالعكس كان هناك تهاون واستهزاء في هذه المطالب. ما حققته ساحات الاحتجاج إلى الآن هو تعطيل مسيرة العملية السياسية بالشكل الذي يريدونه هم. الضغط كان واضحا وتأثيراته كانت واضحة، لكن ليس بما يلبي الطموح هذه الساحات ومطالبها. الساحة الآن تتعرض إلى خطر، هذا الخطر ربما أو نعرف جيدا أنه صنيعة هذه الأحزاب التي ترفض أن تزال من كراسي الحكم، وهذا ما يريده الشعب، ربما الشعب المحايد أو الشعب المحتج. بدأت عمليات القمع بالنسبة يعني بنسب عسكرية واضحة بالبداية عن طريق ذريعة عدم كيفية يعني عدم كيفية التعامل مع الاحتجاجات وقمعها بالطريقة التفاوضية التي هي الأساس في تعامل القوات المسلحة مع المحتجين. انتقلوا من خلال تطوير هذا القمع على إطلاق الرصاص الحي والدخانيات بشكل مباشر على رؤوس المتظاهرين، وهذا أيضا بذريعة أول ما ذكرته، ولكنها أيضا نفذت عن طريق رجل الأمن السياسي الذي يعتبر تعيينه في هكذا مناصب أمنية هو خرق للمادة التاسعة من الدستور التي تحتم عدم تعيين أي رجل أمن سياسي أو أي رجل ينتمي إلى الأحزاب بأماكن حساسة في القيادات الأمنية. انتقلت الأحزاب بعد ذلك إلى القمع الإلكتروني أو بما يسمى بالقمع المدني عن طريق صناعة الأحداث. كل حدث يحدث في 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 العراق هو في اليوم التالي نرى أن هناك زرع للفتنة وتشويه لسمعة المتظاهرين وصناعة أحداث عن طريق الأموال الطائلة التي تمتلكها هذه الأحزاب والتنظيمات البشرية التي تكون مستعدة للانقضاض على المتظاهرين تحت أي أمر تسلطها عليها تلك الأحزاب. أيضا القمع المدني هناك فرع جدا مهم، الجيوش الإلكترونية أيضا وبيجات مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي تعمل ليلا نهارا على تشويه سمعة ساحات الاحتجاج وتشويه سمعة المتظاهرين شخصيا. الاغتيالات، الاعتقالات، عمليات الخطف، هذه كلها تعتبر وسائل قمع قامت بها الأحزاب ضد هذه الساحات السلمية التي حافظت على سلميتها رغم فقدانها للكثير من الأرواح، وكانت تنادي بالسلمية أمام أمطار الرصاص. نحن ثابتون، صامدون، بالنا طويل مع الحكومة، نعمل ليلا نهارا لوسائل ضغط جديدة، لعمليات تصعيد جديدة. لن نتراجع، لن نسكت نهائيا عن حقنا. نحن ما أردناه ليس سوى حقنا، وهذا ما نريده. خذوا ما تريدون ولكن أعطونا حقنا كمواطنين نعيش على هذه الأرض كباقي البلدان. نحن نعرف أن هناك لعبة الانتخابات المبكرة، وهذه مزحة أو ضحكة إعلامية على ذقون الشعب، ولكن هيهات أن نرضخ لها مثل هكذا أكاذيب. إلى الآن لم تشكل كابينة وزارية، وهذا دليل أيضا على ذريعته التناحر بين الأحزاب على هذه الكابينة من جديد، وهذا ما لا يريده الشعب. الآن نحن واعون بكل ما يدور، أصبحت الأمور متوقعة أكثر بعد ما كشفنا نوايا هؤلاء الأحزاب. تغيير رئيس الوزراء ليس مطلوبنا كما ذكرت في البداية. نحن نريد حل البرلمان، انتخابات مبكرة، قانون انتخابات حق ومرضي ومنصف لا يخدم عودة هؤلاء الأحزاب إلى مقاعد الحكم من جديد.
أيضا نحن لن نتنازل على عن هؤلاء المطالب الثلاثة، وسنصعد من جديد، ولدينا وسائل تصعيد. ما نريده الآن هو أن 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 نتقدم خطوة إلى الأمام. إن وقفنا في مكاننا فهذا لا يعني أننا سنتراجع، ولكن سنتقدم، وهناك خطوات جديدة وكثيرة لصمود هؤلاء الشباب، هؤلاء الثوار، سنعلن عنها لاحقا. لكن هناك حركات تصعيدية جديدة، هناك أفكار ربما لم تطبق سابقا، ولكن تطبيقها في الوقت الحالي أصبح واجبا في ساحات الاحتجاج. الحكومة ربما إن سوفت أو ماطلت فهي تحتضر عاجلا أم آجلا. حلم طفولتي وذكريات لحظي يا مرحبا في وزراء اللي هو توفيق علاوي، محمد توفيق علاوي، طبعا هذا مرفوض من الساحة لأسباب. أول شيء هو ما يختلف عن عادل عبد المهدي، يحمل جنسية ثانية، طبعا ينتمي إلى كيانات سياسية عدة، كان من ضمن عدة قوائم، منتقل من قائمة إلى قائمة، يحمل جنسيتين، يعني أي شروط من اللي خلناها غير مستقل، يعني هاي الأضافة إلى أنه عليه تهمة فساد. كل هاي الشبهات اللي تحوم حوله تبعده كل البعد عن أنه يكون هو ممثلنا داخل الحكومة ويكون هو رئيس الوزراء. يعني مطلب الجماهير هي كانت أن يكون من ضمن يعني قريب من الساحة، يكون مستقل، ما يحمل غير الجنسية العراقية، ما عنده مشارك سابقا بالحكومه باي يعني مجال من مجالات الحكومه والسياسه، بعيد عن التحزب. هاي الاشياء كلها ما موجوده بعلاوي، فلذلك هو اجى يعني مجرد، اعتقد حتى هم يعني الكيانات اللي رشحته واللي اتهمت المتظاهرين انهم ورافعين اسمه، طبعا هاي كانت لعبه، وهواي يعني هواي الانتفاضه خذوا بيها يعني مجالات بعيده عن اهدافها نتيجة دخول بعض التيارات السياسية داخل الحراك. هاي التيارات السياسية المستفيدة يعني قامت تبعدنا عن مطالبنا، تبعدنا، ضيعت وقت كثير، ما نعرف انه الهدف اللي وراء شنو، وشنو اللي مبيتينا من هاي ضيع الوقت، ولا هو الكل يعرف انه محمد توفيق علاوي ما يمثل المتظاهرين. الامور اللي يعني الصعبة اللي جاي تواجه الحراك، وهل احنا ممكن حققنا مطالبنا؟ لا طبعا، ما تحقق اي مطلب لحد الان، حتى قانون الانتخابات اللي
احنا فرحنا به وقلنا يمكن هذا المطلب هو هذا لليوم. رئيس الجمهوريه قال ما وصلني لليوم مكامل ببعض المواد المخيفه اللي هي ممكن بعد يوم او يومين تتغير، خصوصا هذا معروفه به هذه الحكومات والاحزاب الموجوده اليوم بالسلطه معروفه بمراوغتها وكذبها، فممكن هذا القانون يصاح حسب مزاجهم ويجير لهم ولصالحهم. اضافه الى ان مفوضيه الانتخابات ايضا عليها شبهه وغير نزيهه، ما غير موافقين عليها. كذلك احنا انه نعتبر انه الاعتصامات مستمره ما راح توقف اكيد، والاضراب مستمر، والطلبه اليوم عندهم فتره امتحانات ممكن نعطيهم مجال انهم يمتحنون، رغم انه صعوبه في ذلك لان هذه مشكله بحتها وراح نطلع مظاهرات على موتها، لان محافظه ذي قار اعتبرت محافظه من كوبا بدون حلول. لما انت تعتبر محافظه من كوبا شنو الحلول إلها؟ اليوم المدرسه اكبر مشكله جاي تواجهنا، انه عوده التلاميذ للمدارس بدون ان ينظرون بظروفهم، ما كان اكو استدعاء حتى من وزير التربيه انه يستدعي المسؤولين هنا بالساحه او ممثلين عن الطلبه من نقابه المعلمين من الاساتذه، يعني حتى يدرسون هالحاله ويضعوا لها حلول، لان ولا ماده دارسين هم شلون راح يمتحن هذا الطالب. طبعا لا زال مستمر ويستمر يوم بعد يوم، والاصرار عليه اكثر صار انه نريد تغيير النظام واسقاطه، لانه الدماء اللي انطيناها مو سهله، انطينا شهداء، اليوم ما صارت مطالب، اليوم صار بيننا وبينهم ثار، والثار هو تغييرهم الى الابد، فلازم هاي العمليه السياسيه المحصاتيه لازم تنتهي. Get it!